دكتور عبد الله، انا لمست من كلام الشباب انه في مشكله في موضوع الزواج، وفي مشكله ايضا في موضوع العلاج، تلقي العلاج، مع انه اعتقد انه هذا حق. ماذا عن اللائحه التنفيذيه لنظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب؟ طيب، اللي هو نظام الوقايه من متلازمة نقص المناعة صدرت بموجب مرسوم ملكي في عام 38، ورفعت إلى وزير الصحة لعمل اللائحة التنفيذية اللي أحالها المجلس الصحي السعودي، وتم تفصيلها، ومن ثم أقرت من قبل معالي وزير الصحة بتاريخ 8 نوفمبر، يعني قبل حوالي شهر، ونشرت في الجريدة الرسمية في جريدة أم القرى. تتطرق إلى نواحي عديدة جدا، بما فيها حق المتعايشين في الحياة الكريمة من جميع النواحي النظامية والقانونية والنفسية، حقهم في العمل، حقهم في التعليم، حقهم في الزواج، جميع حقوقهم المدنية والقانونية مصانة. بالنسبة لموضوع الزواج، كان في مشكلة حقيقة، صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في عام 1429، وأسيء تفسيرها للأسف من قبل وزارة الصحة، وقام جمعية مناعة وبالتواصل مع سماحة المفتي وبينا له حقيقة، لأنهم كانوا يمنعون زواج المتعايش من شخص سليم إذا كان أحد الطرفين، فقلنا لهم علميا الكلام هذا مو بصحيح، وكان سماحة المفتي حقيقة جزاه الله خير يعني متفهم جدا، وطلب منا حقيقة يعني الحقائق العلمية. فقبل حوالي سنة وزارة الصحة أنشأت لجنة ما تفضل فيه الأخ عدنان، حقيقة أنا ما عندي خبر فيه، لأن أعرفه أن الشخص المصاب يعطى تقرير من قبل الطبيب المعالج بأن حالته مستقرة وأنه تحت العلاج وملتزم في العلاج ووضعه الصحي جيد. اللجنة خلاص تشوف تأخذ بكلام الطبيب ويسمح له. هم يقولون مشكلتهم في اللجنة، لأنه يعني سماحة المفتي جزاه الله خير وعيه كان أكبر، ولما أعطيته الحقائق العلمية أخذ هذه الفتوى القرار. الآن يقول عدنان في 300 وكم؟ 360 حالة أو شيء، 60 حالة طلب مجمدة. أنا ما أعرف عن الموضوع، لأن أعرفه ولنا زملاء في وزارة الصحة في اللجنة أن هذا الإجراءات حقتها، يعني يأخذون، أنا كطبيب معالج يجيني فلان وأقول لهم والله الرجل هذا على الأقل 6 شهور تحت العلاج وملتزم ووضعه الصحي جيد جدا لا مانع، فخلاص يؤخذ بالكلام هذا ويعطون تصريح بالزواج، لكن يحاله لطبيب نفسي او غيره. الصحه النفسيه اي لا مستشفى الصحه النفسيه، هذا يفترض انه ما يكون حقيقه وخارج الانظمه. اما اللائحه التنفيذيه فتضمن للمتعايش حق الزواج سواء من شخص مصاب او من شخص سليم بالموافقه الطبيه، حقهم في العمل في جميع المهن، ما يستثنى منها الا بعض المهن الصحيه والمهن العسكريه. ايضا نقطة مهمة جدا حقيقة، وأنا أبغى من الإخوان والأخوات المواطنين والمواطنات ينتبهون لها، يعني إذا أنت تروح تقدم على شركة أو على مؤسسة أو حتى على دائرة حكومية عمل مدني ويطلبوا منك تعمل فحص نقص المناعة، حتى لو ما عندك من حقك ترى تقول لا، لأن النظام يحميك. يعني ما يجب الفحص، بس في حالات فصل يا دكتور صايرة كثير. هذا هو الآن طلعت اللائحة التنفيذية، يعني شوف فهد مثلا، من فهد من جدة معاناته معاناة ثانية، خسر بعثة في الدقائق الأخيرة على قولهم، على أساس عمل الفحص وخلوه يعمل الفحص وعرفوا أنه عنده الإيدز فرفض، رغم أنه تخطى كل الاختبارات، صح ولا لا يا فهد؟ صحيح صحيح. هي المشكلة اللي تواجهنا علي أن بصراحة يعني الإخوان والأخوات المتعايشين مع المرض، يعني وزارة العمل تحميهم، القانون الدولة يحميهم، الآن لائحة التنفيذية هذه الآن نشرت بشكل رسمي في الجريدة الرسمية في جريدة أم القرى زي ما ذكرنا في 8 نوفمبر، وفيها جميع اللوائح. المشكلة المتعايشين والمتعايشات ما يروحون يطالبون بحقوقهم، يخافون أنهم يعرفون أنهم مصابين، ولكن لو واحد يقول أنت ما راح تأخذ الوظيفة هذه لأنك مصاب ولا تبي تفصل، بالعكس فيها عقوبات، فيها غرامة، لائحة التنفيذية فيها تفاصيل، يعني فيها غرامة تصل تتجاوز 50,000 ريال لو فصلتني أنا من العمل بغير حق. بس المشكلة المتعايشين والمتعايشات ما يبغون يطلعون على، ما يبغون أحد يعرف فيهم. الآن مرض نقص المناعة صار يعني من الأمراض العادية، يعني التهاب الكبد الوبائي في مرحلة المراحل الآن صح توفر له علاج، ولكن في مرحلة المراحل كان أخطر من نقص المناعة المكتسبة. السكري أخطر السكري أخطر من نقص المناعة المكتسبة. الآن لو مريض عنده السكري يوقف العلاج يومين ممكن يدخل في غيبوبة، بينما المرض نقص المناعة حبة واحدة في اليوم، وبإذن الله أنا عندي مرضى يتعالجوا لهم أكثر من 25 سنة، تزوجوا وجالهم أولاد أصحاء وعندهم أحفاد الآن،
وموظفين ويشتغلون عايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا الحمد لله.